هل تعلم شيئا؟ والله هذا الموضوع يعني أنا شخصيا يصيبني بالرعب، يعني يصيبني بالرعب، لأنه حقيقة يعني تشوف راحوا داعش خلصنا منهم، جاينا سرطان. يعني احنا خلينا نتكلم شوية بالعراق العام، يعني هذا سرطان أكثر من داعش. يعني أنا بالبداية كنت أقول هذا دي يعمل على فئة الشباب، بيعمل على فئة الشباب، بيعمل على فئة حتى البنات الشابات، وهنالك قصص خطيرة جدا في هذا الموضوع. تعرف اللي يبدي يتعلم عن المخدرات راح يبدي يقتل أهله، يقتل أصدقائه، يقتل بالشارع. هذه كارثة والله العظيم. أنا طلبت أنه ما تبقى مديرية عامة للمكافحة المخدرات، خل تصير هيئة أو خل تصير يعني مثل مكافحة الإرهاب، مثل الأجهزة، يعني لأنه مشكلة. يعني حدودك أنت ما تضبطها، أساليب التهريب ما تضبطها. وشفت المصنع اللي لقوه بالإقليم، يعني شفت المواد وشفت الإمكانية، يعني هاي إمكانيات دولة أخي، مصنع. هذا خطر جدا. يعني أنا أعتقد بأنه هذا الموضوع يجب أن يأخذ اهتمام كبير من الدولة. يعني شنو نصطن أرقام من الحبوب المخدرة هاي؟ وين تروح؟ بالمناسبة ترى هاي الحبوب المخدرة حتى قبل 2003 أنا كنت أعلم بيها، يعني كانت موجودة يعني من خلال كنا بالسوق ونعمل، وهذه فكان اكو مثلا شباب يتعاطوها، هذا ابو الحاجب، هذا مدري 01، هذا ما اعرف يسموه، يعني كانوا يتعاطوها اعلم بيهم، لكن الان ازدادت.